السلام عليكم، يعطيكم العافية. معاكم أخوكم عبد الرحمن، عضو في ديوان كويتاوي وعضو في لجنة الجماهير. هذه السلسلة يقدمها لكم ديوان كويتاوي عبارة عن تحليل فني ما قبل المباراة، سواء كانت المباراة في بطولة خارجية في آسيا أو في البطولات المحلية، سواء الدوري، كأس الأمير، كأس ولي العهد، أو مرات ممكن إن نشوف إذا في مباراة قوية في كأس الاتحاد. إنزين يا جماعة، السلسلة هذه عبارة عن إن إحنا قاعدين نحاول نحلل المباراة ما قبل المباراة. شنو الأشياء اللي المدرب ممكن يعتمد عليها؟ شنو التشكيلة اللي نتوقعها؟ شنو النتيجة المتوقعة؟ وأنتوا بعدهم يعني نتمنى منكم إن تشاركونا آراءكم، شنو تتوقعون؟ لأن في النهاية هذه كلها عبارة عن تحليل، قد يصيب وقد يخطئ، وإحنا في النهاية هذه فقط للمشاركة وللتحليل. انزين يا جماعة، مباراتنا الجاية مع فريق الشرطة العراقي. المباراة الأولى الذهاب في كيفان انتهت 3-1، نتيجة ممتازة جدا. كان الجمهور الكويتاوي والكويتي بشكل عام راضي عن النتيجة، بيضوها رجال العميد، فزنا 3-1. الشيء المخيب للآمال أو الشيء الوحيد اللي يخليني أقول المباراة هذه الإياب وايد صعبة ومو سهلة، وحق كل شخص قاعد يتوقع ان المباراة راح تكون سهالات واحنا متأهلين وحاسمينها، صدقوني الهدف اللي جابوه الشرطة العراقي في الذهاب هدف راح يصعب الامور الى حد ما، لان الهدف بهدفين لما تحطه برا ارضك. انزين يا جماعة، انا عندي شغلتين، عندي فريق نادي الكويت وعندي فريق نادي الشرطة العراقي. اذا بنتكلم عن فريق الشرطة العراقي، اخر مباراة لا لعبها قبل يومين كانت في أول جولة في الدوري العراقي، كان ضد فريق الحدود وفازوا 2-1. تشكيلتهم كانت مقاربة جدا إلى التشكيلة اللي لعبوا فيها ضدنا في مباراة الذهاب في البطولة العربية. تشكيلتهم كانت محمد حميد، وليد سالم، علي فايز، سعد ناطق، حسام كاظم، أمجد عطوان، سعد عبد الأمير، كرار جاسم، نبيل صباح، علاء عبد الزهرة، ومروان حسين. تشكيلة قوية جدا، تشكيلة متوقع انها تكون مقاربة جدا للتشكيلة اللي بيلعبون فيها باكر ان شاء الله في ملعب كربلاء. انزين، شنو وسائل الاشياء اللي لازم نركز عليها لما نلعب ضد الفريق العراقي؟ اذا نذكر ونرد لمباراتنا معاهم في الذهاب في كيفان، الهدف جابوا هدف واحد، وكان الهدف عن طريق فاول او عن طريق كرة هوائية. احنا في مباراتنا اللي طافت ضد كاظمة اعتمدنا وايد على الكرات الهوائية، خصوصا مع تألق الكبير عبد الله البريتشي، اللي يعني كان واضح انه متفاهم جدا مع اخوان اللاعبين في سوالف الكرات الهوائية. فهذا سلاح ذو حدين، احنا يمكن نعتمد عليه، لكن هم ما ننسى ان الشرطة العراقي يعتمد جدا على السلاح هذا، فبالتالي لازم نحاول ان احنا نأمن الدفاعات ونتأكد ان لاعبين العميد قادرين انهم يكونون في الموعد بخصوص موضوع الكرات الهوائية. 2-1 فازوا، جايين من فوز، معنوياتهم مرتفعة بالنسبة لهم، وهم يؤمنون ان النتيجة اللي طافت في الذهاب لا يستحقون ان يخسرون 3. ممكن في ناس وايد حتى بتويتر لما لاحظت خلال متابعتي يعني لحساب منبر الشرطة، حساب على تويتر اسمه منبر الشرطة العراقي، وايد كانوا بالنسبة لهم نتيجة غير مرضية، نتيجة غير متوقعة، نتيجة عكس مجريات المباراة. كان بالنسبة لهم يشوفون ان التعادل او الخسارة بفرق هدف هي النتيجة المفروض تصير، لكن الحمد لله بيضوها رجال العميد بقيادة المدرب الكبير حسام السيد. انزين، هذا بالنسبة حق فريق الشرطة العراقي. من الاشياء اللي راح يركزون عليها وايد وهو الدعم الجامل للجمهور. ملعب كربلاء ملعب وايد كبير، والجمهور العراقي معروف انه دائما يساند الفرق، سواء كان الشرطة، الزوراء، القوة الجوية اللي بيلعب ضد السالمية يوم الثلاثاء ان شاء الله، واللي احنا يعني نقول حق كل الجماهير الكويتية بشكل عام، سواء عربوية، غدساوية، كويتاوية، سلماوية، كظماوية، نصراوية، جهراوية، نتمنى الكل يساند نادي السالمية في مباراة يوم الثلاثاء ان شاء الله. فدعم الجمهور راح يشكل حافز كبير جدا للاعبين الشرطة العراقي، شيء لازم احنا نحاول كثر ما نقدر. طبعا هذا الشيء ما نقدر نتحكم فيه لان الدعم الجمهوري هذا لهم، لكن نحاول كثر ما نقدر ان اول نص ساعة او حتى لو شوط كامل ما يدش فينا اقوال، شيء حيل يكون مهم يعني. زين، بالنسبة حق العميد، مباراته اللي طافت ضد الشرطة العراقي لعب تشكيلة وايد حلوة،
حميد القلاف، فهد حمود، عمرو الميداني، فهد الهاجري. كان عندي مشاري غنام، شريد الشريدة، عبد الواحد سيسوكو، كالديرون، فيصل زايد، جمعة سعيد، والقناص يوسف ناصر. زين، شنو الأشياء اللي احنا نقدر نعتمد عليها؟ احنا إذا قدرنا بإذن الله أن الشوط الأول ينتهي بنتيجة 0-0، هذا راح يخلي الفريق العراقي بيهاجم بأي طريقة، عشان في النهاية هو لازم يسجل عشان يتأهل. هني احنا نقدر نعتمد على الكرات المرتدة. الكرات المرتدة هني أنا عندي لاعبين وايد قادرين أن يقومون بهالموضوع، سواء كان فيصل زايد، سواء كان كالديرون، أو حتى يوسف ناصر. مشاركة جمعة سعيد ما زالت، ما للحين مو متأكدين إذا جمعة راح يشارك ولا لا. إي نعم، جمعة لاعب جدا مهم بالنسبة حق العميد، لكن نرد ونقول إن إحنا مباراتنا ضد كاظمة فزنا أداء ونتيجة من غير جمعة سعيد، لكن هم هذا ما يمنع أن جمعة سعيد لاعب سوبر، لاعب يعني نهتم أو يعني نتمنى أنه يكون موجود باكر، لأن المباراة مثل ما قلنا مو سهلة. لكن في حال أن الجهاز الإداري قرر أن إحنا نبي نخلي جمعة، نبي نريحة مثلا حق الشوط الثاني أو هذا، فأنا أتوقع أن رجالات العميد فيهم الخير، وإن شاء الله أنه ما راح يقصرون. فإذا قلنا جمعة مو موجود، هذا الشيء المفروض أنه ما يوقف العميد. عندنا لاعبين وايد زينين، سواء كان سيسوكو أو كالديرون أو يوسف ناصر أو حتى الملك فيصل زايد، هذه كلها أسلحة نقدر نعتمد عليها في مباراتنا باكر ضد الفريق العراقي. حسام السيد إلى حد الآن أثبت أنه مدرب ناجح جدا بتفكيره بالخطط اللي يحطها. الفريق العراقي الرد ونقول يلعب 4-4-4-2، وهذه يعني هني انت لازم تعتمد ان انت تسكر الوسط كثر ما تقدر. فانت بالوسط عندك شريدة الشريدة، اذا توقعنا ان هذه التشكيلة، فعندك شريدة الشريدة، زائد ممكن اذا بناء على اداء في المباراة اللي طافت عبد الله البريتشي، اذا قلنا جمعة راح يريح، فعندي عبد الله البريتشي راح يضيف وايد باذن الله للفريق. نتمناها فوز وفرحة كويتاوية وكويتية بشكل عام. باكر باذن الله ديوان كويتاوي، نبطل ديوانه في مشرف، نحضر المباراة هناك إن شاء الله ونآزر العميد. حياكم الله كلكم، سواء كويتاوية، قدساوية، عرباوية، أو كل الفرق الأخرى، حياكم الله، نتشرف فيكم ونتمناها بإذن الله فوز للعميد. نرد ونقول خلاصة الموضوع، المباراة مو سهلة، قولهم راح يفرق وايد في الإياب، لكن احنا كلنا ثقة أن في رجال العميد وفي حسام السيد اللي أثبت أنه مدرب جدا ناجح، وفي الجهاز الفني والإداري والطبي، وعلى رأسهم كلهم طبعا خالد الغانم. إذا عندكم أي توقعات حق التشكيلة، شنو تتوقعون التشكيلة، شنو أفضل تشكيلة بوجهة نظركم، شنو تتوقعون النتيجة، في الكومنتات اثرون الحوار، وإن شاء الله أنه يعني في النهاية يكون فالنا التوفيق والنجاح، وبإذن الله العميد من سيطرة إلى سيطرة، ومن بطولة إلى بطولة، ومن فوز إلى فوز، ننتهي من بإذن الله بفوز من البطولة العربية، ونرد مرة ثانية محليا إلى نادي النصر، وبإذن الله فعلنا الفوز، ونرد لكم مرة ثانية في حلقة ثانية، أو في يعني سلسلة ثانية، أو حوار آخر وآراء أخرى قبل مباراة النصر. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير إن شاء الله.